يا رب الهمنا التوفيق والسداد. العلاقات دي متشابكة ولكنها كلها في يد الله. اللهم إنا نسألك أن تمد أولادنا بمددك وتجعلنا عونا لهم ليكونوا في علاقات تفتح لهم أبواب السعادة وأبواب الأمل وأبواب التفاؤل، ويكون بذلك مستقبلهم مستقبلا مفتوحا على حضرتي نورك وجمالك ونعمتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين.